يمكن تكون ألعاب العالم المفتوح مملة ومكررة للبعض، وده بسبب العدد الكبير منها اللي بينزل سنويا. ومع ذلك ففي ألعاب بتشدك إنك تملى وقت فراغ بيها، من القصة للعالم المفتوح والأسرار الكتير اللي بتكون فيها، ويمكن أهمهم عند كتير من اللاعبين عناصر الـ RPG. فالفكرة من نوعية الألعاب دي إنك مش مقيد تمشي في طريق واحد أو تلعب نفس اللعبة اللي بيلعبها صاحبك، لأنه على قد ما الألعاب دي اتعملت بطريقة واحدة في استوديو واحد من نفس الأشخاص، إلا وإنه المطور بيحب يسيب اللاعب يبحر فيها ويختار طريقه بنفسه. بما إن السنة اللي فاتت كانت مليانة بالعناوين الكتيرة في فئة العالم المفتوح، أنا زياد وتعالوا معايا أشارككم قائمة IGN الشرق الأوسط لأفضل 10 ألعاب عالم مفتوح لسنة 2022. بغض النظر عن الانتقادات اللي تعرضت لها اللعبة بسبب المشاكل التقنية وغيرها من المشاكل اللي ملهاش دعوة حتى بتصميم العالم المفتوح، ولكن بصراحة دايما بنتحمس كلاعبين اننا نرجع تاني نخش عالم جوثم الرهيب، والمرة دي من اجدد عناوين وارنر براذرز مونتريال جوثم نايتس، المدينة اللي شفناها قبل كده في العاب اركم اللي فاتت مع مستوى اضاءة افضل ولوحات اعلانية واضاءة نيون اللي بتعكس هويتها واقتصادها القائم على الانشطة الليلية سواء الشرعية او غير الشرعية، الضباب اللي بيغطي سماها ويمكن نعتبره بمثابة نبذة عن مستقبلها، والمباني طبعا العالية اللي تعودنا عليها من ألعاب عالم باتمان اللي بتوفر لأبطال جوثم أفضلية تكتيكية على خصمها، وتحس برضو التصميم العام للمدينة رائع وأفضل من أي وقت، ولكن ما تحسش بكده من نواحي تانية في عناصر اللعب الأساسي والأليات اللي بتعتمد عليها اللعبة عشان تكون تجربة خاصة، ولكن نضمن لك إنك هتستمتع بلا شك في الطيران بين مباني جوثم عشان تعيد النظام تاني للمدينة بعد فقدان حارسها الأول باتمان. عادة ما تكون ألعاب ليجو خطية بحيث إن اللاعب ما دايما يخوض تجربة ساخرة حبتين اللي بتحاكي الأفلام والألعاب الأصلية، لكن بصراحة تختلف The Skywalker Saga عن الأصدارات اللي قبلها، وفي الأجزاء اللي فاتت اتقدمت لنا على شكل حلقات، أما المرة دي قرر المطور تيتي جيمز إنه يغير من طريقته ويفتح حلقات Skywalker 9 كلها مرة واحدة، ويقدر اللاعب يجرب الأحداث الرئيسية من البداية للنهاية بشكل مباشر، وده لأنه خريطة ستار وورز مفتوحة بالكامل للاستكشاف بين القصة على الألغاز ومهمات جانبية جديدة للعالم ده. لو عمرك ما جربت لعبة ليجو قبل كده فدي يمكن أفضل فرصة إنك تخش وتجرب اللعبة دي دلوقتي. ما تنسوش تشوفوا مراجعتنا لكل الألعاب اللي موجودة في الليستة على موقعنا IGN Middle East. وفي المركز الثامن Sonic Frontiers. بعد النجاح الملحوظ سواء في صناعة الألعاب أو على الشاشة الفضية، فبعد النجاح المميز للسلسلة السينمائية على المستوى النقدي أو التجاري، تيجي في Sonic Frontiers استغلال شهرة الشخصية في الوقت الحالي عشان تجذب لاعبين جدد للشخصية، مع طبعا مراعاة اللاعبين الأصليين للسلسلة. في الجزء ده بيلاقي بطلنا نفسه في عالم غامض واللي واضح انه بينتمي لحضارة قديمة متطورة عشان يستكشف أسرارها ويحل ألغازها، واللي بتحط سونيك في رحلة مغامرة لاستكشاف 5 جزر جديدة مليانة بالنط والزحلقة والقتال وطبعا البس فايتس لكل جزيرة منها. وانت بتستكشف العالم الغامض ده هتلاقي نفسك في الحاجة انك تطور من سونيك مع تقدمك في اللعب، فاللعبة بتحاول تميل انها تكون RPG بس على خفيف، انك تخليك تجمع عناصر مع تقدمك في اللعب عشان تعرف تقابل زعيم كل جزيرة وتهزمه بطريقة اسهل مع كل مرة تحاول فيها. وطبعا هيلاقي اللاعب نفسه قدام بوابات خلال اللعبة واللي بتأدي المراحل الفضاء الالكتروني، الحاجة الكلاسيكية اللي شفناها في الاجزاء اللي فاتت. وبصفتها لعبة عالم مفتوح Sonic Frontiers بتحاول بجهد انها تقدم تنوع في كل زاوية من زواياها، واللي بصراحة مخليها واحدة من افضل عناوين السنة في فئتها. واحدة من أفضل الألعاب بالعالم المفتوح اللي صدرت السنة اللي فاتت Tiny Tina's Wonderlands. على الرغم من الوقت الطويل اللي هتقضيه في السفر بين المناطق في العالم الشاسع ده، إلا أن الخريطة مترابطة بطريقة سلسة ومدهشة، واللي برضو صنفها اللاعبين كواحدة من أفضل القصص في عالم Borderlands من سنين طويلة. مش عايز أبالغ لما أقول إنها تفوقت على Borderlands 3 من كل النواحي تقريبا، ومع طاقم صوتي مليء بالنجوم وعناصر RPG مدهشة بالنسبة للسلسلة، وقصة تشدك اكتر واكتر كل ما تلعبها. بجد هتستمتع بلعبة Tiny Tina's Wonderlands لوحدك او مع اصحابك، وما تنساش تقضي وقت اكبر في المهام الجانبية لان دي بجد واحدة من الحاجات اذا لم تكن احلى حاجة في اللعبة. Need for Speed واحدة من افضل واقدم العاب سباقات الشوارع اللي تعودنا عليها ورجعت لنا Unbound، وبعد سنين من الاجزاء الكويسة بتحط لنا Unbound في منافسة شرسة على لقب The Grand، وهي مسابقة سباقات شوارع بتستمر لشهر تقريبا بحيث ما ينجحش فيها الا الامهر. هتبدأ في الجزء ده زي الاجزاء اللي فاتت بانك تلاقي العربية المناسبة ليك والاسلوب لعبك، اذا كنت بتحب السرعة دراج او الدريفت او حتى تخبيط في خلق الله، ف Need for Speed فيها مستوى
مميز من التعديلات شكليا او ميكانيكيا. طبعا في حاجات كتير تتعمل في عالم انباوند زي مدهنة الشرطة، تدمير اللوحات الاعلانية، وتوصيل العربيات المسروقة because why not. ويمكن برضو واحدة من الحاجات اللي ابدع فيها الجزء ده بشدة هي الموسيقى التفاعلية، واللي بجد هتخليك متحمس طول الوقت وانت على الطريق. وفي المرتبة الخامسة تدخل المفاجأة الجميلة Ghostwire Tokyo، اللعبة اللي هتسيب مكانة خاصة في قلبك وهتوحشها حتى وانت لسه مخلص لعبة، واللي بتدور احداثها في العاصمة اليابانية طوكيو، واللي المفروض تكون اكبر تجمع حضاري على الكوكب وكأنها مدينة اشباح. بداية من منطقة شيبويا الشهيرة، مصدر جذب سياحي عالي بسبب لوحاته الاعلانية المشابهة لتايم سكوير، والزحمة الشديدة واللي فيها احداث اللعبة بقت مهجورة تماما، حتى المطاعم والاسواق والمولات وغيرها من الاماكن العامة اللي عادة ما بتكون مليانة مفيهاش حس، واقرب ما فيها للناس اللي كانوا موجودين هي الهدوم الواقعة في الشارع. وطبعا مع غياب البشر فرضت كلاب الشوارع نفسها على طرق طوكيو، استغلت برضو القطط استغلوا القطط نفسها في التجارة، وقدروا يسيطروا على المحلات المطاعم عشان يقدروا يبيعوا لنا الاكل والذخيرة وغيرها من الحاجات اللي تحتاجها عشان توصل لهدف، واللي فعلا تخلي دي واحدة من افضل التجارب في السلسلة، خصوصا بالنسبة لأجواءها اللي هتحسسك بالعزلة والتوتر بسبب الاشباح المنتشرة في كل مكان. بعد النجاح المبهر للجزء الاول، يرجع استوديو تيكلاند بتقديم داينج لايت 2 كأحدث اصدار للسلسلة والمتوفرة على اجهزة الجيل السابق الحالي والبي سي. نجحت داينج لايت 2 في تقديم عالم رائع ومرعب اللي بيحاول يختبر قدراتك في التحمل والنجاة من خطر الزومبيز بشكل مستمر. فيمكن تكون الحياة في مدينة فيلدور مش خطرة مقارنة بغيرها، الا وان قصة تانية تماما. فزي ما شفنا في الجزء الاول، محاولة اللعب في الليل تحدي مختلف، واللعبة نفسها بتكافئك اذا كنت قد التحدي ده. تتفوق داينج لايت 2 على سابقتها في الاساليب اللي بتوفرها لاستكشاف عالمها الشاسع، زي مثلا الطيارة الشرعية، وما ننساش طبعا اهم جزء من اللعبة الباركور، ده غير الكهف والملاجئ والمباني المهجورة اللي ممكن تتنقل بينها بكل اريحية، ده لان المطور حرص على انه العالم اللعبة يكون عالم حي ومليء بالموتى في نفس الوقت. طبعا تقدر تلعب لوحدك او مع اصحابك، ولكن طبعا ننصح بشدة انك تلعب مع اصحابك لانه الليل في اللعبة دي مرعب حبتين. في المركز الثالث لعبة Xenoblade Chronicles 3. ففي عالم بتتقاس فيه الحياة على فترة 10 سنين، معظم الفترة دي بتكون حروب مستمرة. هتغير مجموعة من 6 اشخاص كل حاجة في اللعبة الروعة دي، واللي حصرية من سويتش، واللي قدمت لنا عالم جميل وبتصميم مختلف. بعد ما يعرف الابطال الستة ان الحرب اللي هم بيخوضوها دي مبنية على كذبة في الاساس، بيحاولوا يدوروا على الحقيقة مهما كان الثمن. هتلاقي نفسك ضايع في العالم ده بشكل كبير، خصوصا ان الخريطة اكبر بخمس اضعاف من الجزء اللي قبله، واللي اكيد هيخليك تلعب لساعات قبل ما تمل منها. ايلوي ورحلتها الروعة في عالم سابوا البشر من مئات السنين، Horizon Forbidden West. الجزء الثاني من واحدة من انجح حصريات بلايستيشن ان لم تكن الانجح. تاخدنا ايلوي هنا بعد احداث الجزء الاول باشهر تقريبا، عشان تكتشف الخطر اللي بيهدد قبيلتها، وتكتشف برضو اكتر عن نفسها وعن هدفها اللي هي رايحه. تتوجه ايلوي لمنطقة الغرب الولايات المتحدة، وتكتشف هناك الالات الجديدة اللي بتطير وتسبح وتهدد الحياة بشكل عام. هتشوف في الجزء ده هيفوق توقعاتك، لانه في اكتر من 40,000 آلة بتتحرك بنفس الوقت، سواء برا جوا او بحرا، حاجة اللي هتخليك دايما مستعد وعلى اطراف صوابعك طول الوقت. وكل نوع من الالات دي طبعا عنده روتينه والاماكن اللي بيكونوا فيها، زي مثلا بعضهم بتلاقيهم في قطيع، وبعضهم بتلاقيهم لوحدهم او مستخبي تحت رمل لاس فيغاس. ايوه، اللي لعبوا اللعبه هيفهموا قصدي هنا. فوربيدن ويست مليانه بالنشاطات الكتير اللي ممكن تقضي فيها ساعات وساعات وساعات من غير ما تمل، استكشاف المخيمات والاماكن السريه اللي محدش عارف يوصلها ويكتشفها كلها، ومستنياك تمسك يد التحكم. المره دي جوريلا جيمز عكس زيرو دون اهتموا بالمهمات الفرعيه، واللي بجد مخليه عالم هورايزن حي اكتر من اي وقت. المساعدة ديكا انها ترجع حفيدها واقناعه يسيب الطريق اللي هو ماشي فيه، لانك تساعد شاب مخترع على الطريق عشان يقدر يكمل اختراعه، واللي هيخليك مشغول طول الوقت في استكشاف العالم الرائع ده واسراره. بجد واحدة من افضل العاب الجيل، افضل تجربة لالعاب السولز، او زي ما البعض يحب يسميها إلدن رينج، افضل لعبة سنة 2022. بتقدم لنا عالم كبير ورائع نستكشفه بمواجهات ملحمية وتصاميم مش هننسى.
ننساها لفترة طويلة، من القلاع للزنازين المليانة بالموتى واللي بتخفي واحدة من أهم العناصر في الفئة دي من الألعاب، واللي هي إنك مش هتلاقي حاجة أو حد يرشدك، ودايما هتلاقي نفسك تايه من أول نص ساعة. ولكن بعد كده هتبدأ تفهم إن اللعبة فيها أكتر من مسار واحد وأكتر من نهاية ممكن تلعبها. فمثلا لو أنت حاسس إنك مش قد زعيم معين تقدر تسيبه وترجع له بعدين بعد ما تطور نفسك وقدراتك، أو لو أنت حاسس إنك تقدر تكمل البوس فايت فتقدر، ولكن على الأغلب الغرور مش هينفعك في اللعبة دي. ولكن إلدن رينج هي أفضل أعمال فروم سوفت وير بدون أدنى شك، وأفضل لعبة عالم مفتوح السنة دي بفرق كبير عن أقرب منافس ليها. ودي كانت لستة IGN الشرق الأوسط لأفضل 10 ألعاب عالم مفتوح سنة 2022. هل تشوفوا أن الجيل ده جاب آخره من الألعاب الرهيبة اللي شفناها، أو أنه ممكن نشوف حاجات زي GTA 6 في الجيل ده؟ عموما ما تنسوش تسيبولنا رأيكم. أنا زياد، سلام.